أيها الإخوة المؤمنون، وكما بدأنا احتفالنا هذا المبارك بالقرآن الكريم نختتمه بمسك الختام بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم أجدك يتيما فآوى ووجدك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بكفر صدق الله العظيم.